ناخذكم الى ارقام اخرى مرعبه. ينقل الان بشكل غير رسمي، ينقل ان ارث مشعل الذي وزع بلغ 1,430,000,000,000,000. تريليون و 430 مليار وزعت على زوجاته وابنائه وبناته، كل واحد منهم جاه، اللي جاه 40 و 50 واللي جاه 90 مليار واللي جاه اكثر او اقل. يعني ما علينا من كم جاهم، علينا من الشخص هذا مات عن كم. طبعا هذا الرقم ليس غريبا، لانه قبل حوالي 10 سنوات في ناس تتبعوا املاكه لقوها ما لا تقل عن 1,200,000,000,000. مع الوقت تنمو، كونه مات عن تريليون اكثر من دخل الدوله مرتين، تريليون 430 دخل اكثر من دخل الدوله مرتين، امير واحد. طبعا هذا مشعل تتبع امواله سهل، لان كل معظم استثماراته في الداخل تقريبا. ماذا عن يعني عندك عبد الرحمن، عندك سلطان، عندك نايف، عندك سلمان، ما تدري كم هذول دخلهم، ما تدري، لانه كثير منها مخفيه ولا تتسرب الى الاعلام. حتى فهد ما حد تسرب كم دخله. يعني نحن تحدثنا عن دخل فهد وانه عبد العزيز لوحده وصله ما بين 300 الى 400 مليار. عبد العزيز من ارث ابوه. فاذا هذا يؤكد كلامنا ان المشكله في البلد ليست مشكله قله المال ولا برامج التنميه اللي تحتاج مراجعه، ولا المشكله هي الاسره الحاكمه، الاسره الحاكمه التي اكلت الاول والتالي، وان السرقه ليست 10% ولا 20% ولا 30% ولا 50%، السرقه اكثر من 80% من دخل الدوله. تصور امير واحد من تريليون و 430 مليار. يا جماعه اصحوا، يعني يا شعبنا اصحوا، انت محروم من السكن، محروم من الوظيفه، محروم من كل انواع الدخل، محروم من الخدمات المناسبه، طرق تعبانه، مياه غير متوفره، مجاري غير متوفره، اتصالات يعني متخلفه، وتفرض عليك الفواتير الضخمه والمخالفات وغيرها، وتفرض عليك الضرائب. من اجل ماذا؟ من اجل ان يجمع مشعل وبقيه العائله الحاكمه التريليونات. ليش ترضى انت؟ ما اقول لك القضيه ليست قضيه دنيا والله انه بفلوس، قضيه كرامه، انه والله انت تهان وتفرض عليك الضرائب وتحرم من الخدمات وتحرم من السكن وتحرم من حقك من المال العام، ولا تعطى راتب تعيس علشان والله يتنعم ابن سعود بهذه التريليونات. يعني متى تحركون اذا توفرت الفرصه الان ورايتم هذا الذل وهذا السرقه المكشوفه والاهانه لكم، وترفع عليكم التهديدات والتخويفات وانتم لا تتحركون. فإذا فرصة حينما نسمع هذه الأخبار، وحينما نسمع الخبر الذي قبل قليل، خبر دخل النفط، فرصة أن نعيد النظر، نرى الإهانة التي نتعرض لها ونغضب لكرامتنا ونتحرك. ما نغضب عشان نحصل فلوس، إن شاء الله جت الفلوس اللي ما جت، مع أن الفلوس طبعا مهمة، يجب الإنسان يرتاح في حياته، لكن قبل أن تغضب للمال تغضب لكرامتك، أنه يسرق منك حقك من المال العام وتهان وتدفع من جيبك، حتى بعد أن تحرم المال العام أنت تتعب وتشتغل وتكد وتدفع من جيبك علشان يصير هذا مو بس مليونير ولا ملياردير، الحين صار تريليونير. لم يعد القضية ملياردير، صار تريليونير، يعني صار بالتريليونات على حسابك أنت ومن جيبك وعلى كتفك.